انما انت منورنا النهارده يا دكتور والله. ده نورك يا استاذ شريف ده والله. حقيقي يعني. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عايز اقول لك ان دكتور لبيب من اشد المعجبين بيا، يعني بيلف ورايا في القنوات كده. فعلا فعلا. ده انا مبوظ بتاع 10 ريموت كنترول وانا بلف حوالين القنوات كده. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا عايز اقول لك يا استاذ شريف، انا ممكن بشويه افكار متواضعه عبقريه من بتاعتي اوصلك للمجد اكتر من كده. لا والله، ازاي؟ يعني مثلا ممكن تستغل شهرتك كمذيع انك تمثل، تغني، تعمل اعلانات مثلا. اتحايلت عليه كتير، بيجيله عروض كتير جدا جدا جدا، ما بيرضاش، يقول لي لا يا ساره خليني مركز، اقول له يا شوشي، يقول لي لا السيناريوهات مرميه جوه، ما بيرضاش ابدا، يقول لي انا عايز اركز في البرنامج بتاعي. ليه يا شوشي؟ ليه كده يا شوشي؟ ده انت ممكن اعلان صغير 5 دقايق بس وتاخد فيه مبلغ كويس. لا لا لا، الحقيقه الاعلانات دي انا صارف نظر عنها تماما تماما تماما، يعني مش معقول ابقى في القناه مثلا قاعد بقدم البرنامج بتاعي واقول لهم مشاهدين مثلا نطلع فاصل ونعود واطلع فاصل يلاقوني في الاعلان، مش ممكن. لا يعني افقد مصداقيتي خالص. لا مش ممكن. ايه يا شوشي ايه؟ اصل الشريف دايما كده تلاقيه يعني ساعات بيحبكها حبتين، هو قصده يعني ان هو ممكن يعمل اعلان بس لو اسم المنتج كبير. انا كده فهمت وجهه نظرك، انا كمان بايدك. يعني يا استاذ شريف هجيب لك اسم منتج كبير كده واطلب الرقم اللي انت عايزه. لا لا، اطلب الرقم اللي انا عايزه يبقى نفكر فيها بقى. خلاص ان شاء الله قريب قوي. باظت السبوبه، اتضربت بعيار. يا مصطفى ايه ده، مش هيعملوا حاجه. انت فكرك بعد ما يمشي هيسيبونا في حالنا؟ طبعا لا يا هانم، خلاص اتنظرنا. يا ابني عادل وشريف ما لهمش في الزراعه ولا الكلام ده، ومش هيحصل حاجه وهتشوف. دول شبطه، ربنا يسترها يا رب. اعلان عن الشعر اشمعنى يعني؟ ايوه يا شوشي، يمكن عشان شعرك حلو. طبعا يا استاذ شريف، احنا هنلاقي زي شعرك فين. الله يخليك. انت عارف يا استاذ شريف أي. ان شعرك من نوع نادر جدا. والله طبعا شعرك ابو فروه كستنائي منسدل. منسدل جدا. على فكره احنا كمان ممكن نصور الاعلان هنا في الشقه او في الجنين عندكم. هنا عندنا؟ هنا. ايوه هنا يا شريف هنا. طب وهياخد فيه كام؟ بس عايزه حضرتك تعرف ان انتوا لو صورتوا عندنا في البيت هيكون في اجر تاني. طبعا حضرتك تأمري، مش هنختلف يا استاذ شريف، احنا جاهزين نصور هنا، ولو احتاجنا اي تعديلات هتبقى تعديلات بسيطه يعني. ده كفايه يعني ان احنا ناخد شرف موافقه حضرتك والمبلغ اللي تطلبه. يا سلام يا سلام، شوف الجمال. لا لا لا، احنا نطلب غدا بقى. يلا. والله ما فيش مانع، مش عايز اتعبكم يعني، بس الحقيقه انا نباتي. يا ريت يا مدام قبل الغدا شوربه كرفس على بقدونس.